الحمد لله على السلامة يا كباتن. هو إيه مش جاي؟ لا 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 الله. واحد تاني؟ إيه يا عم كل ده ماشي؟ طب ما كنا جينا بالعربية. هو البنزين خلص ولا إيه؟ ايه لا يا راجل بقى انت جايبني المشوار ده كله عشان اقابل الجدع ده ومخبي لي عينيا واعمل اللي فيها دي بالسحلاوي. انت مش هتبطل لماضه؟ ما بقاش سالم لو بطلت لماضه. ما هو ده اللي انت هتتعلمه هنا. اتعلم ايه بقى؟ انك ما تبقاش سالم. ده صياد السمك اللي ما عندوش صبر عمره ما بيطلع بصيد يملى العين. بعدين انتوا عندكم مثل في مصر بيقول اللي يصبر ينول. صحيح. لذلك السرعه مش مطلوبه ابدا في محاوله تجنيد اي عنصر جديد. كل ما خدت وقتك كل ما كسبت ثقته، كل ما كسبت ثقته كل ما فضفض، كل ما فضفض كل ما قال معلومات نعرف منها اذا كان الصيد ده محترم يستاهل ولا لا. وبعدين لازم تبقى بشوش لطيف لان ده يدي حميميه تحسس اللي قدامك ان هو يعرفك من زمان قوي. بعد كده تبتدي تتكلم بالتفصيل عن عيلتك، دراستك، ذكرياتك، هواياتك، حاجات فيها خصوصية من الطبيعي إنها ما تتقالش إلا لحد أنت قريب منه، يوم يبتدي يشعر إن أنت بتأمن له، وبالتالي هو كمان يأمن لك ويبتدي يفضفض باللي عنده. بسيطة، أنا عندي حواديت ياما عن أصحابي والجامعة والبلد. مظبوط، وفي وسط الكلام والرغي تقوم فجأة جايب سيرة أخوك الظابط وكأن الكلام جاب بعضه. بس أنا ما عنديش أخوات ظباط. إيه المشكلة؟ اعتبر إن أنت عندك أخ ظابط. ده هيديلك أهمية أكتر عنده وهيحسسه إن أنت فوق مستوى الشبهات. وبعدين؟ قول له إنك دايماً بتشد معاه لأنه بينسى إنه في البيت مثلاً وبيديكوا أوامر، فاكركوا عساكر عنده. وإن الموضوع ده بيضايقك، قول له بقى أنت عارف الظباط وأكيد اتعاملت معاهم. وسيبه يفضفض باللي عنده. ماشي. طب افرض هو دلوقتي ما جابش سيره ان عنده قرايب ظباط. تكمل كلامك معاه عادي وتحكي له عن الحاجات اللي مش عاجباك في اخوك. تقول له ان هو شايف نفسه انه حاجه كبيره قوي وان عيلتك بتتباهى بيه قدام الناس وما بتديكش حقك انت وان ده اللي طفشك من البلد. تقول له ان الظباط في مصر واكلينها ولعه وان كل حاجه ماشيه بالمحسوبيه والوسط. هما برضو مش بيقولوا الكلام ده في مصر فعلا؟ انت اكنك عايش معانا. من خلال رده هتعرف اذا كان هو حابب البلد ولا كارهها. لو حابب تقطن معاه، لو كارهها تحول الكلام على منطقه تانيه لغايه ما السناره تغمز. كلام زي ايه؟ حد نابغه في العيله في حاجه علميه، عنده اختراع، بيشتغل في وزاره، تتباهى قدامه ان هو يعرف الوزير الفلاني او في المنصب العلاني. هتبص تلاقيه هو نفسه كمان بيديلك امثله بناس يعرفهم في حاجات شبيهه. واسمع منه، اجمع معلومات، وبعد كده هقول لك انا برضو تعمل ايه. يا عم الحاج في ايه؟ قول لي صحيح، هو انت اسمك الحقيقي ايه؟ دلوقتي بس ممكن اقول لك اسمي الحقيقي. أنا اسمي شلومو إلياهو. يا الله، والله ما حدش بياخد أكتر من نصيبك. شلومو. يا عم الحاج في إيه؟ ما تفكها كده وما توترنيش. أنت اللي محسسني إن أنا جاي آخد درس في الاسكول. ما أنت فعلاً تلميذ جاي تاخد درس عشان تتعلم. ماشي يا عم. موافق إن أبقى تلميذ في المدرسة الحلوة دي. بس هو صحيح، هو الأستاذ اللي بيعلم التلميذ ده ينفع يكون اتقفش قبل كده من تلميذه؟ ينفع طبعا لما يكون التلميذ ده وسخ عارض نفسه للبيع لأي حد يدفع الثمن. العرب والمصريين بطبعهم بيحبوا الرغي.
فانت مش هتبذل مجهود كبير قوي عشان تخليهم يتكلموا، لكن اوعى تحسسهم ان انت بتقررهم، لانهم لو حسوا ان انت بتقررهم ممكن يقلقوا، ولو قلقوا ممكن يشكوا، ولو شكوا ممكن يبلغوا، ولو بلغوا housekeeping. Housekeeping. عسل عسل يا عسل. لا لا والشف كي كي تنح ليه ده؟ ايه مفيش جن فريد النهارده؟ شكلها ليله دراي. ها انت مش شايفين حاجه عندك جوه؟ مش شايفين شغلك انت كويس على فكره؟ زي سيادتك ما توقعت يا فندم. اوضه سالم في الفندق نظيفه وما فيهاش اي حاجه غير عاديه او تنفعنا في حاجه. يبقى سالم بالنسبه لهم لسه مش مصدر ثقه. اكيد هم خدوه النهارده علشان يجهزوه. عاش اتش تلميذك يا فندم. قول لي اخبار خطيبتك ندى ايه بعد العشوائيه؟ تجربه التنوم المغناطيس اللي عملتها معاها مدام فريده جابت نتائج هايله والامور هديت على الاخر. ربنا يسعدكم.